السلام عليكم بنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ صباحكم مبارك. اليوم جيتكم بواحد الهوتة البنات، والصولد والتخفيضات وهرز دقدق اللي قلت بعدا الويلة هرز دقدق، اقسم لكم بالله العظيم. وزعما صراحة الله الانسان ما خصوش يحلف، ولكن صراحة عجبوني لي تاكتيك ديالهم، والله تعجبوني. راكم عارفين انا كنقول لكم كاين بزاف ديال المارك، كل واحد كيدير داكشي اللي كيقول، ولكن والله العظيم الا جبت لكم البنات صراحة من مارك اللي فنه. واللي مهم هو انه البوتيكات ديالهم كاينين على الصعيد الوطني تقريبا في اغلبيه المدن. انا غندخل وغنقول لكم المهم اللي بقيت عاقل عليه، هو كاينين في كازا وكاينين في مراكش واكادير وكاينين في محمديه وكاينين في الرباط، دابا هنا في الرباط سنتر كنصور لكم، وكاينين في مكناس. المهم انا غنزيد نسولهم. قنيطره شاكه فيها كاينه، وقيله كاينين في قنيطره، وعلى ما اظنش انا اسماء بيوتي بيتا دايره واحد ستوري ليهم في الانستغرام حمرات، كنت هكا شتو دونك اون غروند مارك اللي عندهم الانستغرام. انا الانستغرام ديالهم غادي نخليه لكم هنايا في الجنب ان شاء الله باذن الله، باش هكا تابونوا عندهم وتشوفوا لي زارتيكل تما. وراهم مصولدين دابا بزاف د الحاجات البنات، بزاف بزاف بزاف. المهم هانتوما هالبوتيك، انا غادي ندير لكم جوله فيه ديطايي، وغنخليكم مع باش ما نكثرش عليكم الهضره، غادي نخليكم مع الموسيقى ان شاء الله. واحد لابارتي راه غنهضروا انا ولافوندوز اللي عندهم، على بزاف البنات هنا كلهم ظريفين الله يعمرها دار، كيتعاملوا كيوريوكم كيساعدوكم كيوريكم بزاف الحاجات. المهم ها نتوما كما كتشوفوا، ها نتوما كتجيو مع الرباط سنتر، هذا الباب اللي جيت اكدال راه هو. شوفوا غير سولوا على برشكا، الناس اللي ما عمرهم مثلا ما جاوا لهنايا، كتدخل مع الدخله ديال برشكا، كتجيو سباعي اوبتيك راها مع الدخله، كتجيو نيشان مع هذا التراجي هذا. غادي تلقاو هذه بارفوا هنايا، وغتلقاوها هنا حداهم اروا شوب. بصراحه عندهم منتجات كتحمق البنات، والله العظيم الفيديو غير ما تفلتوش صراحه، فيديو فيه لي صولد، فيه داكشي توب دي توب البنات. ها نتوما انا ندير لكم اطلاله هنا بالخف، وغنخليكم مع فيديو ديطاي. ها نتوما شوف سايكان صبابط، غتلقاو حتى السايكان بلي كولور بالاثمنه، بالسلطات زوينين كلاس لي بوط، كلشي كيحمق. ها نتوما شوفوا هادشي كله غتلقاوه اون ديطاي في الفيديو، مع الاثمنه مع كلشي ان شاء الله. هنا كيقادو السلعه البنات، ها نتوما شوفوا يلا بقاو معايا في الفيديو، راه غادي يحمقكم الفيديو صراحه. جبت لكم واحد الهوته لي ما تقولوش ما تفكرتكمش. يلا ها نتوما البنات شوفوا ليا الصراحه الله لي سولد، عرفتي ما نقول لكمش 50% 70% كاين 30% كاين 20% كاين، يعني على حسب. ولكن الصراحه حويجات سخيخنين ديال البرد وحويجات دو مي سيزون، يعني كاين داكشي كيسطي البنات، وحق لا اله الا الله الا داكشي كيسطي. انا صراحه اول مره ندخل للمحل ديالهم، وصراحه شوكيت كنقول فين كان غابر عليا هذا المحل، عمري ما شفتو صراحه. يعني الناس اللي حداهم في مدينتهم سارعوا راهم بداو لي سولد ابتداء من لو 27، يعني راهم باقيين لي سولد، سيروا جريوا للمدينه اللي حداكم صراحه، ما تفلتوش هاد الهمزه صراحه. غنخلي لكم صور في اخر الفيديو على البلايص اللي كاينين، العناوين بالضبط ديالهم في المدن اللي كاينين فيهم، مع الارقام التليفون مع كل شيء. غنخليكم في اخر الفيديو العناوين ديالهم والمدن اللي كاينين، وغتلقاو صور على هاد لي زارتيكل. وان شاء الله باذن الله باقيين فيديوهات هاد الفيديو هاد، ملي مشيت راه ما قديتش ما نصور لكم، شو حق لا اله الا الله الا زعما صراحه اش نقول لكم. كاينين حويجات ديال العيالات اللي كيديروا الفوال، يعني اللي محتجبات طويولين، او ميم طون كتلقاو الحويجات ديال البنيتات مثلا هكا، ولا ديال لي فام اللي ما كيلبسوش، اللي كيبغوا داكشي قصصر هكا، ولا مهم مويان صراحه عندهم داكشي كيسطي. بقاو مع الفيديو للاخر، راه ما غاديش تندموا. ولا كاليتي البنات راه ما شفتو لي كولور ما تديوش، واخا التصوير راه ما كيعطيهمش حقهم صراحه. كنحاول لو ماكسيموم نقرب لكم هكا لي بياس مع الاثمنه مع كلشي، ولكن راه سانشان نقول لكم داكشي راه كيسطي. ها نتوما شوفوا 279 درهم ولات ب 111 درهم تقريبا، 279 111، عرفتي راه ما نكذبش عليكم صراحه. ولا كاليتي لا عرفتي راه التوب ملي كنقيسو في هكا في اغلبيه ديال ليزارتيكل، ما نعاود لكمش. كاين دي زونسومبل زويونين، السيكان ما نعاود لي السيكان، السبرديلات عرفتي شي حاجه واو، حق لا اله الا الله هذا الفريع.
عرفتي غير بقاو معايا في السلسله ديال الفيديوهات اللي غنحط لكم. راه ماشي زعما كان غير كان زعما بوبليسيتي ولا كنبقى هذا نعمر عليكم ولا. راه غتمشيو المحل وغادي تجربوا غتشوف. ما يمكنش تخرجوا ما شاريينش، ما يمكنش تخرجوا ما شاريينش من عندهم. يلا خليكم مع الفيديو وقولوا لي في لي كومونتير كي جاكم هذا الشيء وهذا. وكما قلت لكم بقاو حتى الاخير غتلقاو الادريس بالضبط ديالهم فين كاينين، في المحل ديالهم، على انستغرام، مع كلشي. خليكم في الاخر عاوتاني واحد النقطه اللي نسيت ما شرتش ليها البنات، اللي هي انكم تقدروا تكومونديو من السيت ديالهم. راه غادي نخلي لكم في اخر الفيديو صوره ديال الانستغرام مسكرينيها انا عندي بالتليفون، فيها السيت مكتوب اللي هو arwashop.com انا ما اظن، ولكن دخلوا وزيدوا شوفوه كيفاش كيتكتب كوريكتومون، دخلوا للسيت ديالهم وخذوا فكره على لي زارتيكل اللي كاينين. وكذلك تقدموا من الانستغرام انكم تكومونديو كيديروا لا ليفريزون بارتو او ماروك، يعني التوصيل، وكنظن حتى يقدروا يكونوا كيديروا التوصيل حتى خارج المغرب. المهم تقدروا تواصلوا معاهم وتسولوهم، انا مازال نسولهم ان شاء الله ونقولها لكم في لا بروشين فيديو ان شاء الله. المهم بقاو مع الفيديو، شوفوا هادو شفتوا النص بالنص، اكثر من بالنص، اكثر من النص بالثمن، يعني بحال هكا صراحه ما كاينش، صراحه ما كاينش. خليكم مع الفيديو ومازالين فيديوهات جايين مطرطقين البنات، مطرطقين فيهم الصيكان الصباب تبرد ديال داكشي كيحمق.